وإلى اللقاء الثالث حول المنتدى الاقتصادي الأول بالجامعة الخليجية تحت رعاية الدكتور عبد الغني علي لشويخ الأمين العام لمجلس التعليم العالي بمملكة البحرين. تنظم الجامعة الخليجية المنتدى الاقتصادي الأول اقتصاديات وآليات تطبيق ضريبة القيمة المضافة يوم غد الثلاثاء 3 أبريل من هذا العام. وللحديث عن هذا الموضوع سيكون معنا على الطرف الآخر باتصال الدكتور مهند المشهداني رئيس الجامعة الخليجية. صباح عليك بالخير دكتور مهند. صباح الخير عليكم وصباح الخير على جميع مستمعيكم أينما كانوا، واتمنى يوم سعيد للجميع إن شاء الله. ولك أيضا دكتور مهند حياك الله في صباح الخير يا بحرين. حياك الله. في البداية يعني يا ريت تحدثنا عن استعداداتكم لتنظيم هذا المنتدى، تفضل. حقيقة أنا في الجامعة الخليجية يوم أمس جميع المتطلبات والإجراءات الكافة بانعقاد الملتقى الاقتصادي الأول اقتصاديات وآليات تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتأتي هذه المنتدى ضمن خطة الجامعة الخليجية على تنفيذ السياسات والأنشطة والفعاليات في خدمة رؤية البحرين الاستراتيجية في مجال التعليم ونقل المعرفة، حيث تسعى الجامعة الخليجية لعقد الملتقى الاقتصادي لهذا العام. حيث تعتبر ضريبة القيمة المضافة أحد السياسات المالية التي تساهم في خطة الإصلاح ودعم عجلة التنمية في مملكة البحرين تحت القيادة الرشيدة. نعم دكتور مهند، بالنسبة لهذا المنتدى والهدف من إقامته خصوصا في هذه الفترة الحالية بالتحديد، دعنا نتكلم عن الأهداف من هذا المنتدى. شرعت جميع دول مجلس التعاون بوضع آليات واستراتيجيات في تطبيق القيمة المضافة، فمنها من بدأت في تطبيق القيمة المضافة، ومنها من وضعت الإجراءات وتنتظر، ومنها من وضعت السياسات الكاملة كمبادرة من الجامعة الخليجية. حاولت تسلط الضوء على تجارب في مختلف الدول العربية، فاخترنا 3 تجارب، هي تجربة المملكة الأردنية الهاشمية، وتجربة جمهورية مصر العربية، وأيضا تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة. الهدف هو نقل الأفكار وتلاقح الأفكار والخروج بتوصيات في تطبيق القيمة المضافة. تهدف إلى يعني دورنا كجامعة هو البحث والتنوير وكتابة التوصيات إلى الجهات ذات العلاقة في مملكة البحرين، حيث يهدف المنتدى إلى توضيح الآثار المالية والاقتصادية لضريبة القيمة المضافة على اقتصاد مملكة البحرين. توضيح الآليات التي تستخدم في حساب ضريبة القيمة المضافة، طبعا هناك العديد من الآليات والطرق لحساب القيمة المضافة، وتهيئة القاعدة العلمية والقاعدة الإدارية في هذا الموضوع. أيضا تسليط الضوء على متطلبات البنية التحتية والتنظيمية لتطبيق قيمة القيمة المضافة. كذلك هناك بعض التشريعات الخاصة بالقوانين الخاصة بالقيمة المضافة حاولنا نستشرف ونستطلع عليها في كل من 3 دول اللي أخذناها كسامبلز لهذا الملتقى. وحقيقة أيضا يعني دعني أعرج على اختيارنا لبعض المتحدثين من كافة الدول العربية، فهناك متحدثين من داخل مملكة البحرين وأيضا متحدثين من خارج مملكة البحرين، فتم اختيار متحدثين ذو قيمة علمية وذو كفاءة في هذا المجال. وكذلك متحدثين من داخل مملكة البحرين وأيضا مشاركة مجلس النواب في هذا الموضوع من خلال رؤيتهم للقوانين والتشريعات الخاصة بالقيمة المضافة. دكتور، الحقيقة هذا هو الشغل الشاغل كثير من الناس، وحتى للمواطن العادي البسيط اللي قد يكون يعني معلوماته جدا متواضعة يعني حول هذا الشأن. يعني أنا أخلط الضوء على نقطة مهمة. هو الكل تعتقد أن القيمة المضافة هي عبء على المواطن. احنا سلطنا الجانب الايجابي، هي ما هي الفوائد المتوخاه والمترتبه على تسليط على تطبيق القيمه المضافه. سوف تنعكس تطبيق القيمه المضافه على المواطن من خلال تقديم خدمات اضافيه في كل المجالات، في مجال التعليم، في مجال الصحه، في مجال الطرق، في مجال القيمه المضافه لا تعني عبء اضافي على المواطن بقدر ما هي تعني احد الموارد الاساسيه للدوله من اجل المساهمه في تطوير المجتمع وتطوير البنية التحتية وتطوير المعرفة في مملكة البحرين. فأنا أعتقد أنه تسليط الضوء على هذا الموضوع و